اهلا بكم اعزائي المشاهدين. دلوقتي احنا وصلنا لتاني فقره معانا برنامج الاستاذ، وهي فقره مطبخ الاستاذ. دي الفقره اللي بتحبها كل ست مصريه وبتتابعنا دلوقتي، فانا مش هشوقكم كتير. فانا اعرف دلوقتي مع هبه مين الضيف اللي مشرفنا النهارده. مين الضيف اللي مشرفنا النهارده؟ النهارده هيكون معانا شيف مميز لف بلاد مختلفة عشان يتعلم أكلات جديدة ويرجع بيها ويفيد ست البيت المصرية. النهارده هيكون معانا الشيف علاء شريف. نورتني يا شيف. شيف علاء، ممكن حضرتك بقى علاء تقول بس لنا؟ صح، علاء فيليب. فيليب، فيليب. تمام، أهلا بحضرتك. طيب ممكن حضرتك يا شيف تقول لنا معلومات عن نفسك بقى، تعرف الجمهور أكتر بنفسك؟ يعني أنا شغلتي موهبة المطاعم دي من فترة، وأنا شغال في المطعم ده سنة تقريبا 15 سنة. يعني اشتغلت في مطعم فاسفود قعدت 6 سنين فيه، يعني هو اللي معلمني. يعني طبعا الأستاذ مراد صاحب المطعم هو أستاذ ومعلمني يعني. وبعد كده اتطورت وسافرت بره، يعني حوالي 25 سنة لفيت شوية بره. تمام. هل الطبخ ده كان هواية عند حضرتك ولا ده كان مجال دراستك أصلا؟ لا لا لا، هواية، أنا حبيت المطبخ من فترة يعني. طب ايه السبب اللي حببك في المطبخ؟ أنا أصلا فطاطر كويس جدا، فأنا حبيت موضوع الفطاطر ده. فيلم إسماعيل ياسين، يعني فيلم كان طلع فطاطر بجد يعني. أنا هو بجد أنا من ساعة بشوف كان عندي بتاع 10 سنين قررت بجد ان انا ممكن اطلع فطاطر فيها دي. انا حبيت المهنه كتير. اكيد طبعا بتعمل لهم اكلات في البيت بقى أو. يعني مش للدرجه يعني، ببيت وشغل يعني مش محتاج. طيب يا شيف، حضرتك سافرت طبعا في اماكن كتير واتعلمت حاجات معينه في كل بلد سافرتها، الحمد فاحنا لله. عايزين نعرف بقى حضرتك كده تقول لنا بكل بساطه ايه الحاجه اللي استفدتها بقى من كل مكان رحته. طبعا الشغل شغل كتير في الخليج بالذات، ده باسلوب المندي بتاعهم، الرز البسمتي ده حاجه هناك يعني، حاجه يعني هي في اي اكل تلاقي الخليج هناك داخل فيه الرز البسمتي الرز البسمتي والمندي هناك والحاجات اساسي. زي كده. الرز البسمتي بتاعهم بيختلف عن الرز البسمتي بتاعنا؟ لا لا، هو الرز البسمتي بس طريقه الطبخ طبعا هي اللي بتفترق كتير يعني عن مصر وعن السعوديه. بس اصلا يعني المندي، هو اصلا الطباخين المندي اصلا يعني اغلبهم يمنيين، و يعني هو الرز البسمتي اصلا اسهل يتعمل من الرز المصري. من طريقة التحضير بتبقى مختلفة عنه؟ تقريبا يعني، هو تقريبا اقول لك، الرز البسمتي بياخد يعني على الكيلو رز ياخد لتر ونص ميه، تمام، وتحط له سنة الملح طبعا على حسب، وسنة قرفة وسنة كاري، وممكن يتعمل بالخلطة برضه، بيحط له زبيب وحبهان وحاجة زي بندق، وبيتحط له كمان حاجة خلطة اللي هو بيعتبر رز بالخلطة ده بيحبوه جدا في الخليج يعني. هل في أكلات معينة ممكن نستخدم فيها الرز البسمتي بدل الرز المصري ولا عادي الاتنين زي بعض؟ لا تقريبا يعني المندي أكتر حاجة، أو الحاجات المشاوي يعني المشويات هما الأكلات الرز. الخليجية عامة بيبقى أحسن فيها من الرز البسمتي. رز بسمتي تقريبا الرز المصري ما بيعرفوش غير المصريين هناك في المحشي اللي في بقى الخليج والحاجات يعني. دي. في المحشي والحاجات دي. طيب واحنا دلوقتي معانا بعض الصور اللي الشيف عملها، الوجبات اللي عملها، فهنشوفها دلوقتي معانا على الشاشة. طيب بالنسبة يا شيف للبيتزا اللي قدامنا دي، ايه نوع البيتزا دي وحضرتك ايه المكونات اللي فيها بقى، حضرتك توضح لنا. دي عجينة بيتزا عادية، بس احنا هنعملها باشكال الاطراف بتاعتها مموجة بطريقة كويسة يعني. هل ده بياخد معاكم مثلا وقت كبير لازم تكون فاضي او كده ولا عادي؟ لا، هو تحضير العجينه هو اللي بياخد وقت. طب ممكن بقى تقول لنا مثلا مكونات العجينه او ايه الفرق ما بين عجينه البيتزا الايطالي والشرقي؟ العجينه اللي تقريبا الايطالي بتبقى تقريبا عجينه بتبقى بيتزا بتبقى. او انا كمان اصحح لك معلومه، الموضوع الايطالي ده والبيتزا ده موضوع، الايطالي بتبقى عجينه رفيعه جدا ولازم نارها تبقى شديده، اغلبيه يعني بتوع شرم الشيخ والحاجات دول اللي عندهم الفرن اللي حطب دي، هي دي مخصصه لايطاليا. لكن انا كلمه ايطالي دي طبعا في بيتزا امريكي يعني. ايه الفرق بين دي؟ العجينه، هو تقريبا ان ايطاليا مشهوره بالبيتزا فعشان كده سموها ايطالي على وفعلا ايطاليا فعلا اكتر الحاجات اللي بتعمل لا، بيتزا هو في اختلاف بين، على فكره في مش تقريبا في ناس بتقول مش ايطاليا اللي مخترعه البيتزا يعني، هو ممكن اسم مارجريتا اللي على هي ايطالي، لكن البيتزا ده في ناس بتقول كمان ان اختراع مصري كمان يعني، هي ممكن مش مش هي اللي اختراع اخترعتها ايطالي. بس بقى هي اللي تميزت فيها يعني. احنا احلى بيتزا كلناها البيتزا الايطالي لحد دلوقتي بص تقريبا. اقول لك حاجه، البيتزا الامريكي على فكره كويسه، عشان البيتزا الامريكي بتختلف من الايطالي انها حجمها سميكه، الايطالي اللي رفيعه، الايطالي بتبقى رفيعه شويه.
طبعا في ناس عايزه بتبقى حاجه تاكل الحشو وحاجه زي كده بتاكل البيتزا خاصه للمصريين. خاصه المصريين. طيب خاصه المصريين بيحبوا الحاجه يعني. بس في نسبه كبيره من المصريين بيفضلوا البيتزا الشرقي عن الايطالي بحيث ان هي خفيفه. لا البيتزا الشرقي ده تختلف، مش عارف انا في يعني اللي سمى بيتزا ايطالي دي بيتزا شرقي دي ازاي. البيتزا الشرقي دي معموله من عجين الفطير اصلا يعني. بس اللي يختلف ان الايطالي بتبقى عليها حشو من فوق بس، الفطير البيتزا الشرقي بيبقى من جوه ومن بره. بس فيعني هو المفروض بعجينه الفطير، فيعني مش عارف ليه سموها بيتزا بيتزا شرقي اصلا يعني. هي المفروض حاجه معموله من عجينه الفطير يعني. عجينه البيتزا تختلف تماما. المفروض تبقى فعلا عجينه البيتزا بحط لها خميره، عجينه الفطير ما بحطلهاش خميره خالص. طب ممكن بقى تقول لنا المقادير يعني، لو حد حابب يعملها في البيت مثلا ممكن يستخدم ايه؟ عامه الستات ما يحبوش يعملوا البيتزا في البيت، ده حقيقه مش انا فيها. البيتزا بتاعت بره يعني بتكتسح ما شاء الله. لا لا بقى موضوع البيتزا دي، بص البيتزا اللي طالع رفيعه على فكره يعني بتبقى معموله من زيت زيتون وسنه خميره وملح بس، هذا عشان بيحبها رفيع، عشان لو حطينا لها خميره احنا كتير هتختمر وحجمها يزيد وتبقى ما فاهمه. في ناس بتحط عليها 7 على ال. طب ليه بيحطوا عليها 7؟ مش عارف. لا 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 هو ممكن يحطوا يعني، في ناس بتحط 7 تقريبا بتنفخ العجينه شويه. طب ما في الخميره يعني، ايه المشكله؟ احنا ان شاء الله يا شيف قريب حضرتك هتعمل لنا بقى النوعين وهنشوف وناكل من حضرتك احلى بيتزا بقى. ان شاء الله حلقه تاني مع المشاهدين ونعمل حاجات تعمل لنا بقى النوعين واحنا نشوف على الهوا وهنطبخ ولا ست البيت يعني مش مشكله. تمام. واللي عايز يتواصل مع الشيف هو الرقم ظاهر امامنا على الشاشه دلوقتي. تمام. طب ممكن يا شيف تقول لنا مثلا الاطفال عامه بيميلوا الاكل الشرقي اكتر، وفي اهالي بتخاف على اولادها من اكلات الشارع، ايه الاكلات بقى اللي احنا ممكن نعملها لهم في البيت تغنيهم عن اكل الشارع ده؟ لسه اعملهم في البيت يعني، البرجر سهل يتعمل في البيت يعني اسهل حاجه تعمل، لكن السجق صعب يتعمل في البيت. ممكن برضه تقول لنا يعني الدق صعب يتعمل في البيت، هتشتريه من بره وتعمليه في البيت هي هي. طب بس الزيوت بتاعت الشارع بتكون متكرر فيها كذا مره ومتهدرجه. طب يعني الزيوت والدق مضمون مثلا يعني الحاجات المجمده؟ لا ما احنا ممكن بقى في ناس بتعمل السجق في البيت الهدوم. السجق صعب يتعمل في البيت عشان محتاج حاجات كتير وتتبيلته صعبه ويعني هخش في حاجات كتير. ممكن البرجر سهل يعني يتعمل في البيت، او ممكن تجيب السجق البلدي من عند الجزار يكون احسن بكتير من السجق البلدي. تمام. طيب يا شيف بالنسبه بقى للعرايس الجداد وكده، ايه اشهر الوجبات اللي بتنصحهم ان هم يعملوها، خاصه ان هم بيبقوا في البدايه بقى وايه لسه ما بيعرفوش يطبخوا زينا كده؟ انا انصحهم، فتقول لنا ايه الحاجه البسيطه اللي نعملها؟ انا انصحهم يبعدوا عن الحاجات اللي هي فيها زيوت عشان هم مش ناقصه يعني، كل واحد يرجع من شهر العسل يلاقي نفسه حاجه تاني متغير. لا هو الفكره في ان انا اصلا يعني ابقى ما بعرفش اطبخ حاجه يعني، اخري مثلا ان انا بعمل اندومي، فابتدي انا رايحه على مرحله جديده، جوزي عايز اكل، فانا المفروض اعمل ايه؟ هتعمل لي اندومي بعد كده اللي هيحصل يعني. ممكن مثلا استخدم مكرونات. المكرونات على فكره اسهل حاجه العرسان، المكرونات لغايه لما تتدرب شويه يعني. فممكن بقى تقول لنا المكرونات مثلا ايه انواعها عشان تغير فيها، خصوصا بقى الوايت صوص لان دي احنا بنفشل فيها فشل. لا الوايت صوص على فكره سهل جدا على فكره يعني. ممكن بقى تقول لنا مقادير. لا الوايت صوص اصلا يعني هو مش سهله يعني، هو بيتعمل اصلا من زبده وزيت وشويه دي يعني، انا بالكلام كلمتين كده ممكن نعملها يعني، شويه تحط شويه سن الزبده على سن الزيت ويا دوب نص معلقه او معلقه شاي دي بس. انت لازم توعدنا يا شيف الحلقه الجايه بقى تعمل لنا وايت صوص عشان ربنا يسهلك يا شيف. الحلقه الجايه نستنى لان احنا كل الصوص هنعمله، لان احنا بيقول لي دلوقتي في الاير بيس ان هم كمان جاعوا، فاحنا لازم حضرتك المره الجايه تعمل لنا حاجه كده ندوها كلنا. لا لا ان شاء الله هنوكلكم المره الجايه، بس شدوا حيلكم. خلاص احنا نستنى حضرتك المره الجايه اكيد. مش مشكله. طب دلوقتي لو في ستات كتير بتكسل ان هي تنزل السوق كل يوم، فبتجيب كميات خضار وبتخزنها بس للاسف بتبوظ منها من سوء التخزين، ممكن بقى تقول لنا طرق نقدر نحفظ بيها؟ هتخزن ايه تقريبا يعني الخضار مثلا الطماطم ورق عنب الحاجات اللي هي بتبقى ليها مواسم. الورق عنب بتحط في الفريزر عادي، لكن الطماطم ما تحطش. هل بنحطه زي ما هو ولا بيتسلق قبل ما يتحط؟ ممكن الاثنين يتسلقوا وممكن يتحط عادي، اصل لو اتسلق احسن برضه. واي حاجه عايزها تخزنيها ممكن تعصر عليها ليمون على فكره، مده صلاحيتها يكتر شويه ما تفسدش بسرعه. يعني ممكن مثلا في حدود اسيبه مده قد ايه والاقيه زي اي حاجه في الفريزر يعني تتساب فتره طويله يعني. انت اللحمه المجمده دي بتقعد قد ايه بره البيت ما تيجي يعني.
بس تقعد بيقولوا شهور ما ينفعش ان في انت التجميد. تفتح عليه، يعني ما ينفعش تفتح وتاخد منه كمية وتقفله وتشيله تاني. بصي، مع اللحمة المفروض ممنوع منعا باتا تسيح تمام. وتجمد تاني، خلاص كده ما ينفعش كده، فزت لو ساحت وتجمدت تاني يعني. فما ينفعش اي لحوم، خصوصا الكبده، خصوصا اللحمه، الحاجات دي، ما حتى اي لحوم مجمده ما تنفعش. طيب بالنسبه يا شيف، لان هبه كلمتنا على التخزين والحاجات دي التجميد، فانا عايزه اسال حضرتك على حاجه بقى ناس كتير بتتكلم فيها، هي بالنسبه للثوم. الثوم لو حطيناه في الفريزر، صحيح ان هو بيعمل ماده مسرطنه ما نقدرش ان احنا نستخدمه بعد ما كده؟ اعتقدش اغلبيه الناس هنا بيعمل حاجات، بس اي حاجه عصور عليها ليمون، اي حاجه احط عليها ليمون بيغير اي حاجه يعني. الليمون بالذات ده حتى مفيد جدا يعني. طب عايزين بقى نعرف منك ايه الوجبات اللي بيكون فيها مثلا نسب دهون قليلة، ف يعني الناس اللي بتعمل دايت مثلا تقدر تستفيد بيها. اي حاجه تبعد بعيد عن الزيوت والسكريات والاملاح. يعني اي حاجه بعيده عن الزيوت والسكريات ده كده تمام. اكيد اكيد يعني. طيب احنا اتشرفنا جدا بحضرتك يا شيف، وان شاء الله نستنى حضرتك في حلقه جديده. تمام، اشكرك. واتشرفنا تعملي الحاجات دي عملي. اعزائي المشاهدين، دلوقتي احنا وصلنا لنهايه فقرتنا، استنونا الفقره اللي بعدنا.